مرحبا. كنت بسرعة على المخفر اسمع على طول يقولولي هيدي مشكلة عائلية نحنا ما خصنا فيها. اليوم بطل فيهم يجاوبوا هيك لأنهم عم يتدربوا كيف لازم يستقبلوا ضحية العنف الأسري من دون ما يتدخلوا بقراراتها الشخصية. بتعرفي أنه الدركي صار بيتحاسب إذا تدخل وجرب يقنعك ما تتشكي أو تتراجعي عن الشكوى بدل ما يقوم بواجباته. شو هي واجباته؟ لقيني بكرة. عودي معكم لاخر محطه لنا لليوم الثلاثه بعالم الصباح، طبعا ورشه ملح مع هانيا، ونكمل الكيك ومونج، ورح نكمل الكيك تارتو مونج، والكيك اللي هون على كراميل او على ماكياتو. يعني ليه رشه ملح؟ اول شيء ما بنغفر لك خطاياكي ابدا. شغله ثانيه انه مش مسموح بقى نشم روايح من الساعة 9 امتدادا الساعة 1 مندوق. ايه بدك تعملي جهدك من هلا وطالع كل يوم ثلاثة بتحضري شيء اسمه بريكفاست. خلص اوكي؟ خلص وعد. اوكي بس لنقدر نضل عم حضر كريم شانتيه للتارت. اوكي كريمة الجاتو صارت بالبراد، هلا بنحشي سوا وبنشوف كيف حيطلع. بنحشي؟ ايه بدها شوي. أذكركم مشاهدينا عملنا تارت حطينا عليها كراميل، حطيت عليها مونغ، عم حضر لها الكريم شانتيه وبدي ارجع زينها باللوز الكراميليزي. بتعرف يا جوزيف انه اهون شيء هيدا اللوز اللي عملته هلا. هيدا اهون شيء. بتحط اللوز مع السكر على النار وبتراقبه شوي بس تيدوبوا على بعضهم، دغري بتشيلهم على النار. بنعمل لوزيه بالضبط. هلا في منهم بيحبوها بلا اكيد، بس هي لتكسر الحلو تبع الكراميل يلي بالكعب لازم يكون فيها شيء اولي، يعني شيء كريم، خصوصا اذا هيدي الكريم انا ما حطيت كثير عليها سكر. بس هيك ها هي بكل سهولة بكل سهولة. ما أنا دايما بحب أعمل إشياء بتنعمل، يعني ما فرجيهم طريقة أنا عم زين بطريقة كتير صعبة يقدر ما يقدروا المشاهدين يعملوها. أصلا أنا دايما بذكرهم أنه أنا مني شيف وما تعلمتها، يعني إذا أخذت كرات أخذت كرات كتير قليلة بس هيك لأقدر أتعلم. مكب بقايا بس ما زبطت معي طبعا، بعدني كثير بايايا بالدسير. ايوه بس كمان انت بتطبخي سالي. سالي اكيد. طيب هاي التاخت تبعولنا، بعتقد طيبين اللوزات كثير. هاي هي التاخت تبعولنا لليوم. ولا بس لوز وسكر؟ لا لا بس لوز وسكر ابدا. هاي التاخت فينا كمان نعملها هيك، مش غلط ابدا، هي اوريدي تارت بالكراميل. انا الكراميل عندي اياها كي طيب. الكراميل هي زبده عليها سكر وبعدين كريم فريش. سكر بدوبه بحط عليه كريم فريش، الزبده بزيدها بالاخر ليعطيه هيك سماكه على الطعم. حجيب الكريم الثانيه هلا من البراد. سوري خلينا نعيد. حطي سكر بتخليه يصير لونه بني، بتحطي فوقه كريم فريش، بعدين بتحطي زبده. بس. نحن شو حضرنا؟ حضرنا كريم من كريم شانتيي، بياض البيض مخلوط مع السكر نعمل مثل مورينغ، حضرنا خليط من شو اذا بدك تستعمليهم دغري. على فكره ايام السلطان سليمان كانوا يدوقوا كل شيء قبل ما يطعموا البقول. فيك تستعمليه. هاي عم تتمادى انت، اذا بتمد ايدك على المطبخ الله يعينك ويساعدك. بقول مين انت؟ ها هلا بقى نحط هيدي على الجنب. هيدي بليز. لا بدي احطها هيك. ايوه هيك بهالشكل. ايه اكيد هيك. لانه بدي احط على وجهها كمان كريم ايه طبعا انا نسيت براد مفتوح. انا كثير غلط بس خليك.
اوكي بيان. وهي طبقة كريم تاني للمشاهدين. بليز اذا بدكم تعملوا هيدا الجاتو انتبهوا، لازم ينعمل وينحط ساعة بالبراد لحتى يطلع كتير طيب. هلا حيطلع طيب، دقت الكريم انت وشفت قد ايه طيبة، والعجينة تبع الجاتو لذيذة جدا جدا. بس ما تحلم ينحط ساعة بالبراد. اكيد ما حنحلم، لانه بيكون من النصيب اللي حيجي بكرة لعنا. واخر شيء خلينا نزينه بالاول بالكاكاو. بعرف انه بعد في وقت، حارجع اذكر المشاهدين كيف عملته. حطوا شوي بالبراد، منذكر المشاهدين كيف عملناه وبنرجع من لا ايه اوكي بتقدر اوكي بالضبط. لانه شغلته كانت شغله وانا عارفه المقادير مرقت قدامكم وقلتوا اف شو في اشياء هالجاتو. نعم. اول شيء اخذنا 3 بياض بيض خلطناه مع 50 جرام سكر لحتى عملوا مرنج. حضرت الكريم شانتيي انا قبل بدون سكر، خلطتها عندي 500 ملل كريم شانتيي، خلطتها وحطيتها على جنب. كيف عملت هيدي الصوص يلي هلا قدامي يلي انا طعمت فيها الكريم؟ اول شيء بالبان ماري، اول شيء سخنت حليب 200 ملل حليب، يعني اقل من الكوب بشوي، حطيت معه ملعقتين قهوه سريعه الذوبان بس تذابوا حطيتهم على جنب. حطيت 5 ورق جيلاتين بقلب المي بارده لحتى ذابوا مزبوط، عصرتهم وحضرتهم، ورجعت حضرت 3 صفار البيض خلطتهم مع شوية سكر على الباماري لحتى صار لونهم أبيض ليقدروا يجمدوا لي الكريم. دوبت الجيلاتين فيهم، حطيت الشوكولا البيضة يلي دوبتها، خلطتهم كلهم سوا مع بعض وحشيت في الجاتو. عجينة الجاتو كانت عندي عسل 50 جرام عسل، يعني تقريبا ملعقتين كبار عسل، خلطتهم مع 3 بيض بس تنخلطوا مزبوط مزبوط، شلتهم على جنب، خلطت بياض البيض مع السكر عملوا هيدي الموس البيضة، خلطتهم مع بعض وعلى جنب حضرت المكونات الجافة يلي هي كانت البندق المحمص المطحون، طحنته ناعم لصار بودرة، 60 جرام طحين، يعني تقريبا ثلث كوب طحين اذا انكسرت بدي ازعل كثير. ما بتنكسر، ما حتنكسر مزبوط لانه في من تحت الكعب. وكمان ضفتهم عليهم مع ملعقه قهوه سريعه الذوبان، خلطتهم سوا وفوتهم على الفرن، بيطلع كيك كثير. تعبتي ولا ما تعبتي؟ لا ما تعبتي. لا منقص؟ يلا اوكي. هابي بيرثدي تو لمين الهابي بيرثدي اليوم؟ هابي بيرثدي للي عيد ميلادهم. اوكي. هابي بيرثدي تو اوكي لكن أطيل. انا اليوم شو اسمي؟ انا غيرت اسمي اليوم. انت اليوم مرعوشي. ما مش معقول اليوم شو عم كسر زلفة. اوكي دايما جوزيف بهيك وصفات منقص العجينه بالسكينه المنشار، لانه البسكوي العجينه التارت كثير بسكويتي، سو بدها هيك شيء. اوكي اوكي هاي التارت. لاحظت اليوم ما في بوزه. ايه مزبوط. رح تحطي بوزه يعني؟ لا. لا اليوم ما في بوزه، اليوم وصفات جديده. اوكي بحب لما تاخدي قراراتك بس. انا من الاشخاص اللي بيحبوا تخبيص. لا قصدي الخبيصه. زعلوا مني؟ ما تزعل، قصدي بتحب هي اكثر واحد انت بتدلعنا. ليك شو انبسط؟ انا بقول لك كلام حلو، انت شوفي كيف بتهاجميني. لا انا ما هاجمت، انا قلت التخبيص انه انا بحب الخبصه، بحب السلاد اللي هيك مخبوصه كلها ببعضها. خلص مش رح تزبط معك بقى. خلص اوكي. ولاني زعلان منك ما رح اكل بقى من الكيك. ليك شو انبسطوا. لا بالكنترول انبسطوا. ايه جوزيف مع كل نعومه، لانه انت بتعرف كان لازم يجمد بعد شوي. لا والله ها ليك شو تعمل برو. شوفوا من جوا
فكرة الوصفة مثل ما شفناها على الشاشة، منقدر اللي ما عنده حساسية على البندق أو على أي نوع ناطس، يعني فينا نستبدل البندق باللوز. باللوز ما بحبه، بالجوز، الجوز له طعمة قوية، طيب مع جاتويات تانية. منقدر نستعمل طحين بس، يعني بنعمله مثل الجينواز العادية، ساعتها بس منضيف عليه مننكهه بالقهوة، يعني بملعقة القهوة يلي بتدوب بسرعة، والا بصير هيدا. طيب صبينا، فيك تزيدي بعد قصه؟ عجقت كثير، لاحظت؟ عجقت على الريحه؟ ايه عجقت عن جد، عجقت. طيب سامي انت تلت الجاي موجود؟ تلت ان شاء الله، يلا رح اعمل جهدي. يلا مع الترويقه. مع الترويقه خلص. اوكي، عندي سؤال، شو الاسماء اللي بتحبيها صبي وبنت؟ ايه بحب كثير تيمو وتيما. تيمو وتيما. تيما تيما بنتي. عن جد بنتك كانت واحة كثيفة الأشجار. ايه؟ بتعطي أمل بالحياة، وقتها واحد بضيع بالصحراء بتعطي أمل بالحياة. نعم. على العموم بحب الاسم العربي الصغير، يعني بحب أسامي أولادي. جود. جود مثلا، هلأ نحن عنا جود بالعيلة جديدة. جود حلو كتير حلو. جود ما بنسمى صبي كمان؟ أكيد الجود يعني الكرم. جود بنت وصبي. بنت وصبي بالضبط، نحن عنا بنوت جود هلأ وبس. وبس شو كان فيه؟ عنا الفرن برد. عندنا كمان هيا. هيا حلو. لولوا. لا انتوا كثير بتتفلسفوا بالاسماء، حلوين كثير اسمائكم. ايه اسم بناتي. ايه هيا العرب. هانيا. هانيا منيح منيح. طيب نقول لهم باي؟ اكيد. نشوفهم بكره. ايه؟ عالم صباح جديد. حنقشع لك ببي؟ طيب بعد؟ اعطينا هالسؤال. بعد؟ احفاد اذا شيء. ان شاء الله. الى اللقاء بكره 10 بتوقيت بيروت، وانا بشوفكم يوم السبت.